لبيك يا صالح. مفتوح مفتوح. لبيك. وصل وصل صوتك. لبيك. الله بالخير. بالنور يا بعدي. أنا جايكم عشان أوريكم الشيخة نورة. بسم الله عليها. تذكرون الله عليها. طبعا اليوم أحلى مفاجأة لعبد المجيد طويرش، والإدارة والإعداد ما قصروا، جابوا له أخوانه وجابوا له بنت أخوه وجابوا له أمه. ما شاء الله تبارك. فأنا أقول بإذن الله أن الأسبوع هذا بتشوفون عبد المجيد الطويرش مختلف إن شاء الله يا رب. أصبر يا ولد وأخر شوي أخر خلنا نشوفها. أقول نورة ما قصرت، جابت لنا مصاصات وسكتتنا على قولة فارس. اللي بيجيب منكم من برا يجيب لنا مصاصات. عندكم شيء بتقولون لعبد المجيد الطويرش؟ تراني أنا أنوب عنه اليوم. الله يسعدكم وكلكم عينين في راس يا صالح. الله يسعدك. لا أنت يا حبيبي، لا أنت ولا تهون يا حبيبي لا أنت. الله يعطيكم العافية أبو فز.